شاب هو الكابتن صلاح محسن، اللي طبعا كانت صفقته مثار حديث الجميع، ولكن يطلع اللاعب بتصريح ان هو فضل النادي الاهلي على بعض الانديه الاوروبيه، واضح جدا ان هو بيغضب البعض وبيشوفوا ان الامر ده غير منطقي وغير عقلاني، لانه بيحكم من منطلق ميوله واتجاهاته واللاعبين اللي بيشوفهم في ناديه. نشوف الكابتن خالد الغندور وهو بيكتب بوست عن الكابتن صلاح محسن، نعرضه يا عمر على الشاشه زي ما حضراتكم شايفين. هو بيتكلم ان صلاح محسن جاله بروسيا دورتموند ومارسيليا وفضل الاهلي وتم اعارته لسموحه، وطبعا مع احترام قيمه الاهلي وشعبيته، ده كلام يتصدق؟ ده كلام الله يرحمه الكابتن حماده امام. الحقيقه كابتن خالد، فكره ان لاعب يفضل نادي محلي على انديه تانية خارجيه حتى ولو كان لها بريق كبير جدا، هي فكره وارده جدا، فكره وارده جدا بحاجات كتيره جدا، ممكن بانتماء اللاعب، بميول اللاعب، بلاعب ربما يفضل العاطفه على قرار العقل اللي حضرتك بتحسبه، بلاعب ربما شايف ان قيمه النادي الاهلي اكبر من قيمه انديه اخرى يلعب فيها، حتى لو كانت القيمه دي عند حضرتك مختلفه الى حد ما، فما تقدرش تحكم على لاعب الا لما تكون مكان اللاعب. وبلاش تجارب فكره اللاعبين الصغار اللي بيسيبوا الانديه ويطلعوا على انديه مغموره في بلجيكا او سويسرا او ما شابه، تقودك لفكره ان لعيب مصري صغير في السن عايز يلعب في النادي الاهلي ويفضل النادي الاهلي على انديه اوروبيه. معاك الكلام يا فارس. الموضوع يا احمد بيدل على تفكير كابتن خالد الغندور اللي بنشوفه دايما. انا ما عنديش مشكله لو الاخبار دي مش صحيحه، ممكن زي ما احمد قال ونوه على شيء مهم، قرار اللاعب بيختلف لاخر. مارتن يول نفسه كان شاف ان رمضان صبحي عشان يؤهل للاحتراف محتاج يبقى في تجربه داخل النادي الاهلي لسنه كمان، فاكيد رؤيه اللاعب دي تخضع للاعب. ولكن اللي ما يخضعش اللاعب، هل اللاعب فعلا جاله عروض ولا لا؟ نطلع ونشوف الفيديو لامام محمدين، وهو شخصيه عظيمه داخل نادي انبي ومسؤول عن اللاعبين، نشوف هل العروض دي كانت حقيقيه ولا لا. القيمة دي بيقول لك لا، دي حاجة احنا ما بيننا وما بين نادي انبي، وكلنا سامعين ان هي وصلت لحوالي 35 مليون. هل القيمة دي في الوقت الحالي انت شايفها يعني مناسبة، ولا هي دي بقى خلاص الاحترافية وهو ده العد والطلب؟ لا، هكلمك بمنتهى الشفافية طبعا. انا مش شايف انه في اي لعيب في الدوري المصري يسوى اكتر من 10 مليون. لكن خلينا نتفق على حاجة، انه نادي انبي جاله عرض واثنين تمام، سواء من شركات تسويق اجنبيه تمام. صلاح كان عنده عرض من اسير النمساوي تعدى ال 40 مليون فعلا تمام، وده اللي اظهره مسؤولي انبي للنادي الاهلي في الفاكسات الرسميه اللي ظهرت للنادي او جت للنادي. ورجعنا لكم بعد ما شفنا التصريح اللي بيتكلم بشكل واضح عن العروض الحقيقيه اللي جاءت للاعب، ولكن مش كده وبس، ما كانش ده المصدر الوحيد من نادي انبي بالظبط. واحنا الحقيقه حبينا نجيب نادي انبي نفسه الاول، لان هو النادي المسؤول عن اللاعب، والنادي اللي اكيد هو عارف ان العقود دي حقيقيه ولا مش حقيقيه. وده ردا على سؤال الكابتن خالد غندور، هل هذا يصدق؟ هل هذا يعقل؟ اكيد معانا نائب رئيس نادي انبي وهو بيتحدث عن هذه النقطه. نشوف الفيديو ونرجع تاني. يمكن متعاقدين معاه، عاملين له عقد احتراف ان هو عنده 16 سنه، فبالتالي صلاح بالنسبه لنا بنعده من بدري جدا للاحتراف الخارجي. الفتره اللي فاتت يمكن تلقينا اكثر من عرض، اكثر من شركه او وكيل او شركات تسويق كانت بتتابعه في الماتش اللي فات، وهيستمروا في متابعته ان شاء الله بكره. جالنا يعني في اربع عروض دلوقتي بنناقشهم. دورتموند الالماني، استرا النمساوي، دي الحاجات اللي موجوده مظبوط فن؟ الى حد كبير مظبوط، وفي عروض جاده جدا، وبدانا نتفاوض على الارقام، وتقريبا وصلنا لقيم شبه نهائيه فيها. اعتقد الكلام واضح، القيم شبه النهائيه، واللي كان متابع الصفقه دي وقتها كان عارف ان نادي انبي كان عنده عقد ب 2 مليون، وكان في شركات تابع، شركات تسويق طبعا تابع لبروسيا دورتموند وانديه كتيره جدا، واللاعب في النهايه فضل النادي الاهلي على عروض خارجيه. والغريب ان والعجيب ان الكابتن خالد غندور ما استغربش ان هو فضل كمان على عروض داخليه فارس. ما هو بقى الحقيقه يا احمد، ما وراء تصريح كابتن خالد الغندور وايه اللي خلاه يعلق على حوار اللاعب؟ نطلع ونشوف الفيديو واللاعب قال ايه على مقارنه الاهلي بالزمالك واختياره كان ايه. الوكيل بتاع احمد يحيى قعد معايا قال لي انا بص في جاي لك هنا مبلغ وهنا مبلغ، هنا عالي وهنا ايه قليل متوسط. لا انا العب في نادي الاهلي اللي هو كان الاهلي متوسط الزمالك طبعا نادي كبير، واي حد يتمنى اللي هو يلعب فيه طبعا ايوه،
فانا رغبته الاولى والاخيره كانت هي النادي الاهلي. من الزمالك؟ الزمالك والاهلي. كابتن اسماعيل يوسف؟ كابتن اسماعيل يوسف و... وكابتن امير مرتضى؟ امير مرتضى و... وكابتن علاء عبد الصادق. والكابتن علاء عبد الصادق. فانا دخلت يعني ما شاء الله الاثنين قاعدين في ام بي. كوارث كانت بتحصل في كوارث. الشركه. اه والله ضرب نار. تعرف انا عملت ايه عشان اهرب بعد ما خلصت قلت رغبتي النادي الاهلي؟ اه عملت نزلت من الجراج بتاع العربيات تحت. احلف بالله. فالزمالك طبعا اغراني بفلوس يعني. جابوا فلوس معاهم. فلوس. جابوا كام بقى؟ يعني حوالي 3 مليون 4 مليون والصبح عربيه بي ام. والصبح عربيه ايه؟ خلصان. وانا طبعا كنت لسه في ام بي عربيه كيا ولسه على الهادي. اه على الهادي. اه الاهلي كان عارض فلوس كويسه بس مش زي الزمالك. مش زي الزمالك؟ لا 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 والله. اه والله بس انا الاهلي خد بالك عشان الناس بس يختلط عليها الامر. الفلوس بتاعت اللي هم الجلبه بتاعت الاربعه ال 40 مليون وال 42 مليون دول ما راحولكش انت، دول راحوا لنادي ام بي. عجبني جدا الزميل ابراهيم فايق وهو بيفرق ما بين العرض بتاع النادي والعرض بتاع الراتب السنوي للاعب والاغراءات اللي تعرض ليها صلاح محسن. واكيد هيطلع اقوال احنا اصلا ما فوضناش صلاح محسن، ده مش حقيقي لان في حوار في الوقت ده مع الاستاذ احمد مرتضى وقال فيه عقدت جلسه مع صلاح محسن في مقر انبي قبل انتقاله الاهلي، وبالفعل توجهت لشركة إنبي بصحبة إسماعيل يوسف واجتمعت مع صلاح محسن، وعلى عكس ما يقال أكد اللاعب لي رغبته في الانتقال للزمالك. إذا هنا قول فصل إن اللاعب كان نادي الزمالك بيرغب فيه وإنه فضل نادي الأهلي على نادي الزمالك. يعني هو الموضوع حتى كان وقتها في تصريحات إن نادي الزمالك هيعرض أي مبلغ أعلى من النادي الأهلي، وكان في تهديد لنادي إنبي لو اللاعب اتجه للنادي الأهلي هيتم مقاضاة النادي. ولكن الحقيقة هو صلاح محسن اهلاوي، وكانوا المقربين من اللاعب عارفين ان هو اهلاوي، فطبيعي جدا ان لاعب اهلاوي لما يجي له عقد النادي الاهلي يفضله بحكم قلنا العاطفه. لكن نعمل ايه في لاعب زملكاوي جدا وقال لو جالي عرض من النادي الاهلي مع الزمالك هختار الاهلي. نشوف احمد سمير. كابتن ابو رجيله كلمك النهارده، قول للجمهور عرف الناس. ايوه انا كنت في نادي الزمالك النهارده وكابتن ابو رجيله اتكلم معايا. اه قال انت كويس وشد على كده وكمل على كده والنادي هيجيبك واحنا بنفكر فيك. يعني كابتن ابو جيله كلمك وقال لك ان هما بيفكروا فيك. ممكن يرجعوك بملايين زي على حد وصفه. اه ان شاء الله. قال لك هيشتروك بالملايين. لو حالت لو في حاله ما انت بتقول انت زملكاوي والناس زمالك عرض عليك بجد عرض رسمي بملايين ترفض برضه؟ اه ترفض. هبقى هفكر. مش 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 هتصلى. طب لو الاهلي والزمالك عرض عليك في نفس التوقيت؟ ومفيش غيره. النادي الاهلي طبعا. ايه؟ النادي الاهلي طبعا. النادي الاهلي طبعا. طبعا. وانت زملكاوي؟ طبعا. طب ازاي؟ انت رايح النادي الاهلي. اه. بس. هو الاهلي احسن من الزمالك؟ الاهلي. الاهلي اعلى من الزمالك؟ مش في كورة. انت بتروح هتعامل شخصيات هتعامل النادي الاهلي كلمته واحدة في أي حاجة. عشان كده النادي الاهلي ناجح. اه. بس. ونادي الزمالك مش ناجح؟ الفترة اللي فاتت اه مفيش نجاحات لنادي الزمالك. اه مفيش. صعبان عليك حال نادي الزمالك؟ اه طبعا انا ساعات بعيط بالدموع على نادي الزمالك. اللي كان بيدير الحوار الاستاذ احمد جمال طبعا الاعلامي الزملكاوي بيقول له ايه؟ يعني اتفاجئ، يعني انت بتقول لي زملكاوي وتروح النادي الاهلي؟ الغريب كان قرار او رد احمد سمير كان مسرع جدا. طبعا النادي الاهلي فبيحاول يرد، هو النادي الاهلي اعلى من الزمالك؟ كله شخصيات قيادات، هي دي الحاجات اللي بيستند عليها اللاعبين في الانضمام للنادي الاهلي. عندنا ارث عظيم جدا وحاضر عظيم وباذن الله مستقبل اعظم. فكابتن خالد ما تندهش من اي لاعب، ده الزملكاويه نفسهم جدا بيتمنوا يلعبوا في النادي.